بسم الله الرحمن الرحيم. ناس كتير نفسها تجيب الفول مارك في اللغة الإنجليزية بس مش عارفة تبدأ إزاي. أنا كنت قلت قبل كده إن أفضل طريقة علشان نجيب الدرجة النهائية هي إن إحنا نحل كتير، وعشان كده نزلت لكم النهاردة مذكرة، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو. المذكرة ديت فيها أسئلة على المنهج كله، المذكرة ديت بنفس نظام ومواصفات الورك بوك والمنهج المطور الجديد بتاع 2019. هل الناس هتسأل هل المذكرة ديت كافية ان احنا ما نحتاجش لكتاب خارجي تاني؟ المذكرة ديت كفاية جدا ان شاء الله مع مذكرة الشرح طبعا اللي احنا منزلينها، يبقى معاك الشرح ومعاك مذكرة الاسئلة. المذكرة ديت لو اتحلت كلها، كل الاسئلة اللي فيها، كل الوحدات لو اتحلت كويس، هتخش الامتحان هتجيب 50 من 50 وانت مستريح، مش هتحتاج اي مجهود. بس اهم حاجة ان انت تحل الملزمة ديت، كل سؤال تكون فاهمه كويس، ويتحل الاسئلة كلها اللي في الملزمة. الملزمة اللينك بتاعها تحت، وهوريكم دلوقتي ازاي ان احنا نحملها من على الموقع. الملزمة ديت احنا بنحلها في حصص اونلاين، اللي عايز يعرف اكتر عن حصص اونلاين كنت اتكلمت عليها قبل كده، هيلاقي التفاصيل عندنا على الصفحة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتفتح معانا الصفحة، هننزل تحت كده هنلاقي في لتحميل الملزمة، اضغط هنا، هنضغط ونستنى شوية للتحميل. هتفتح معانا الملزمة بالشكل ده، بس طبعا لازم يكون عندنا برنامج الوورد او الاوفيس، عشان الناس اللي بتقول من ساعات الملزمه مش شغاله لازم يكون عندك برنامج الوورد. لما نيجي نبص على اول سؤال بيقول لك not many people، ليس الكثير من الناس، have read my cousin's book، ليس الكثير من الناس، مش الكثير من الناس يعني قروا كتاب ابن عمي او بنت عمي. because she couldn't find، ناس كتير ما قرتش الكتاب لان هي ما لقيتش ايه، بوك سيلر، بوك شوب، بابليشر، لايبرري. طبعا عشان هي ما لقتش بابليشر، بابليشر اللي هو الناشر، ما لقتش حد ينشر لها الكتاب. هي انرولد اون، انرولد اون لازم نكون عارفين كلمه انرولد اون يعني انضم لي او التحق بي. سام كورسز، يعني دخل شويه كورسات، تو امبروف هيز، علشان يحسن هيز اي ورك سكيلز، ورك سكيلز اللي هي مهارات العمل. طيب سيكريت او سيكريت ورك سكيلز، سيكريت ديت يعني يفرز، ما مش عندنا خالص. secretary work skills اللي هي مهارات العمل كسكرتير، secret work skills مهارات العمل السرية، secretarial work skills. يبقى عندنا الاثنين اللي احنا هنشك فيهم، secretary وsecretarial. secretary اللي هو سكرتير، وsecretarial اللي هي الصفة بقى منه، فsecretarial work اللي هي الأعمال بتاعت السكرتير، يبقى secretarial work. We are proud of محمد صلاح، احنا فخورين بمحمد صلاح. For achievements in the Champions League، كلمة achievements انا عايز اقول لك عشان حقق انجازات، كلمة achievement هل تاخد carrying achievement، scoring achievement، doing achievement، ولا making achievement؟ طبعا كلمة achievements انجازات بتاخد make، يبقى make achievement يصنع انجاز او يعمل انجاز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.